لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد نظمي في السنة سي سي ان اي 220. تمام، نبدأ المحاضرة. طبعا آخر محاضرة أو آخر محاضرتين كان فيهم مشاكل في الكونكشن ومشاكل في الوقت، حصل فيهم دروب كده، بس يعني الخلاصة إن إحنا اتكلمنا فيهم على الـ OSPF، تاني بروتوكول معانا من بروتوكولات الـ Dynamic Route. عندنا في المنهج الجديد هما بروتوكولين بس، لسه نذكر بنتكلم فيها على الـ EIGRP واللينك ستيت بنتكلم فيها على الـ OSPF. اتكلمنا على الـ OSPF وعرفنا إن اللينك ستيت بروتوكول وفعلناه، واتكلمنا على الـ APR راوتر أو الراوتر اللي هو بيجمع أكتر من أريا، بيبقى مالتي أريا راوتر، وطبعا دي كانت أول مرة. في مشاكل في الصوت. تمام، بالنسبة للديسكتوب الدعم شايف الديسكتوب. بالنسبة لل OSPF اتكلمنا فيه على الـ APR راوتر وفعلنا المالتي اريا، وقلنا المالتي اريا دي جزئية جديدة في المنهج الجديد، ما كانتش موجودة في المنهج القديم. كان المنهج القديم بيعتمد على السنجل اريا فقط، اما المالتي اريا ان يبقى عندي اكتر من اريا. ده كان في سي سي ام بي، بس نقلنا في السي سي ان اي. ودي على فكره يعني السي سي ان اي اصبح كورس قوي جدا، يعني كورس احترافي جدا وقوي جدا. كنوع من المراجعه السريعه كده بصوره نظريه، هنراجع بسرعه الاو اس بي اف. الاو اس بي اف كنا بنفعله زي تفعيل الاي اي جي ار بي بالظبط، بس الفرق ان انا عندي حاجه اسمها الاريا. الاريا لازم تتشابه في كل الروات اللي انا عايزها تشوف بعض، وبالتالي لو الاريات اختلفت الرواتب مش هتشوف بعض، حتى لو كان الاو اس بي اف بيحمل نفس البروسيس اي دي. قلنا البروسيس اي دي ده حاجه زي الاوتونوموس سيستم، بس الفرق الاوتونوموس سيستم في الاي اي جي ار بي كان لازم يتشابه، البروسيس اي دي مش لازم يتشابه. واقدر اكاريت في الراوتر الواحد من واحد بروسيس اي دي لغايه 65000، واقدر اكاريت اريا من 0 ل 4.2 مليار. طبعا عمليا مفيش حاجه من دي بتحصل، مفيش حاجه اسمها اكاريت على راوتر واحد اكتر من او اس بي اف بروسيس اي دي، ده ما بيحصلش، ما شفناهوش. وجزئيه ان انا اكاريت اكتر من اريا برضو بتبقى في اضيق الحدود، هي بتحصل بس في اضيق الحدود. ليه؟ اولا انا كل الاريات عندي لازم في النهايه يرتبطوا باريا زيرو، الاريا الاساسيه، وبالتالي اهم اريا عندي هي اريا زيرو، وما ينفعش اكاريت اي اريا ثانيه من غير ما يبقى عندي اريا زيرو. وبالتالي لازم كل اريا حكريتها كريت اريا 10 لازم ترتبط ارتباط مباشر عن طريق راوتر اي بي ار. اي بي ار ده اللي هو اريا بوردر راوتر، اللي هو الراوتر اللي بيبقى شامل اكتر من اريا، يبقى طرف منه واصل باريا 0 والطرف الثاني واصل باريا 10 وهكذا. لازم كل اريا في النهايه يربطها راوتر واحد اي بي ار. دي كده بصوره سريعه الكلام على الاو اس بي اف. توقفنا في المحاضره اللي فاتت على الراوتر اي دي. ايه هو الراوتر اي دي؟ الراوتر اي دي هنبص كده، احنا بنشغل الجي ان اس 3 وهنضيف راوتر ونشغله، ندخل على الكونفجريشن. بقى لنا كتير قوي ما اشتغلناش. تمام، كونسول، عبر الخط، كونفج تي، انترفيس اف 0، او نعمل شو الاول نعرف ايه الانترفيس اللي عندنا. دو شو اي بي انترفيس بريف، هلاقي عندي اف 00 اف 01، ممكن انترفيس اف 00 مثلا هنقول اي بي ادرس 10.001 على 24 ونو شت داون، وانترفيس اف 01 اي بي ادرس 11.001 على 24. طبعا كده اثنين سبنتس ما ينفعش يشوفوا بعض من بره، الراوتر طبعا اكيد هيشوفهم، لكن الناس اللي بره ما ينفعش يشوفوهم وما يشوفوش غير الايدات اللي في نفس السبنت بتاعتهم، لكن الايدات الاخرى مش هينفع يشوفوها، وبالتالي لازم افعل راوتنج. هنفعل او اس بي اف، او اس بي اف بروسيس اي دي 1. قبل ما كاريت او احدد للاو اس بي اف انهي انترفيس اللي هتشتغل عليه، لازم اقول له راوتر داش
اي دي، ودي له اي رقم، ارقام الراوتر اي دي بتبقى شبه الاي ديات كده، بس بنخليها يعني اول راوتر بيبقى 1.1.1، تاني بيبقى 1.1.2 او 2.2.2 وهكذا، يعني بنغير اوبتيت واحد بس كده. راوتر اي دي ده بيفرق في ايه؟ وخلي بالك ده مش اي بي برضه. الراوتر اي دي ده بيقلل من جزئيه الهلو باكيت، يعني بيخليني لما اجي احدث الراوتنج تيبل بتاعت الرواتر الاخرى، الراوتر اي دي بيعرفهم ان الكابل مثلا لو اتقطع يقول لهم الكابل اتقطع و روحوا لراوتر كذا او راوتر صاحب اي دي 1.1.1.2. فالراوتر اي دي بيبقى بيخلي الراوتر بتاعي يستشعر بحدوث انقطاع في الاتصال، وبالتالي بيعلم بقيه الرواتر بسرعه. الراوتر اي دي هنا مهم، وبيتكريت قبل ما احدد للاو اس بي اف انهي نتورك او انهي فتحات يشتغل عليها. تمام. طبعا اقدر اشتغل من غير الراوتر اي دي مفيش مشاكل، بس يفضل ان انا اعمل راوتر اي دي للراوتر بتاعي كاني بالظبط بديله بصمه بس خاص بالاو اس بي اف فقط. اقول له نتورك، بحدد له بقى الفتحات اللي هيشتغل عليها الاو اس بي اف. عندي فتحه تحمل اي بي 10.0.0.1 مع الوايلد اريا 0 ونتورك 11.0.0.1 مع الماسك ده اريا 10. مجرد الامرين دول خلاص خلوا لي الراوتر بتاعي اي بي ار راوتر. الموضوع سهل جدا، الامرين دول كده ما دام في نفس الاو اس بي اف بروسيس اي دي. خلي بالك دخلت جوه نفس الاو اس بي اف بروسيس اي دي اللي هو واحد، وكريت اتنين اريا، خليت فتحتين يتصلوا باتنين اريا كده، انا بقى عندي اي بي ار راوتر، ده راوتر مشترك. وبالتالي الناس المتصلين ب 10.0.0.1 دول لازم يبقوا اريا 0، لو في رواتر لازم يبقوا اريا 0، والناس المتصله باريا 10 اللي هم 11.0.0.1 دول 11.0.0.1 لازم يبقوا اريا 10. لما اجي اتكريت او اس بي على الراوتر المتصل ب 11.0.0.1 لازم يبقى اريا 10. اي حد في الراوتر الثاني اللي بره ده يقدر يبنج على اي حد في الراوتر اللي اريا 0 بره. وبالتالي كده ربطت رواتر اللي على يميني واللي على شمالي من خلالي انا، انا الاي بي ار راوتر، راوتر مشترك. تمام. دي جزئيه الاي بي ار راوتر او الاريا بوردر راوتر اللي هو الراوتر المالتي اريا او المشترك في اكتر من اريا. في جزئيه بقى عايزين نتكلم عنها اللي هي اللوب باك انترفيس. نرجع تاني ونقول شو اي بي انترفيس بريف، ما عنديش غير الانترفيسز دي، فاست 00 فاست 01. طب ايه رايك كده لو قلت كونفيج تي طبعا وانترفيس لوب باك كلمه واحده 0 واي بي ادرس 15.0.0.1. طب التالت اهو باي بي تاني، هو في اساسا عندي انترفيس، هو ازاي وقف على الانترفيس هو مش موجود؟ ولو عملت كده شو اي بي انترفيس بريف، بص جابهولي كانه بالظبط فتحه في الراوتر. انا ما عنديش لوب باك انترفيس، اقدر اكاري التاني كاري لوب باك زي واحد واثنين وثلاثه، كل واحد يبقى صدمه مختلف، كان عندك فتحات فيزيكال بالظبط. بس انا فعليا ما عنديش فتحات فيزيكال، يعني فتحات ملموسه حقيقيه غير دول. امال ايه اللوب باك ده؟ اللوب باك بيخليني دايما على اتصال بالراوتر حتى لو حصل ميس كونفجريشن في الاي بيهات. يعني نفقد ان الاي بي نوصل كده راوتر تاني، نوصل راوتر هنا كده فاست 00 وفاست 00. طبعا فاست 00 في الراوتر التاني اجباري لازم يبقى 10.0.0.2. كونفيج تي اوكي انترفيس اف 00 اي بي ادرس 10.0.0.2 على 24 ونو شت داون. طبعا ده خلاص يبنج على 10.0.0.1. تمام، اداني ريبلاي، ده يبنج على 15.0.0 اللي هو اللوب انترفيس 15.0.0.1 لوبينج 15.0.0.1، يديني ريبلاي. مش هيديني ريبلاي طبعا لان مفيش راوتنج بين الراوتر ده والراوتر التاني، وبالتالي الراوتر ده راوتر اتنين مربوط بيا عن طريق انهي فتحه؟ الفتحه اللي هي مدرجه في او اس بي اف 1 اريا 0. يبقى لازم هنا
ادرج الفتحه دي في اريا زيرو، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم الانترفيس اللي هو 15.0.0.1 ده برضو ادرجه في اريا زيرو علشان اقدر ابنج عليه. طب هنيجي هنا الاول لراوتر 2 تاني، وهنقول نكبر الخط عشان الناس بتشتكي من الخط الصغير بتاع الكومن لاين الكونسول ابلاي. هنا هنعمل ايه؟ هنقول راوتر او اس بي اف 1 ونتورك 10.0.0.2 على الوايلد ده اريا زيرو. خلاص شاف الراوتر التاني، جميل. بس بما اني في الراوتر التاني اللي هو راوتر 1 ما ادركتش 15.0.0.1 في اريا زيرو، فراوتر 2 مش هيقدر يبنج على 15.0.0.1. يبقى هنقول كده config t router ospf 1 network 15.0.0.1 مع الوايلد ده اريا زيرو. كده نقدر نبنج من هنا. نجرب كده do ping 15.0.0.1 اداني ريبلاي. تمام، ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ احنا متوصلين بكابل واحد، هو كابل فيزيكال واحد، بس اقدر ادخل الراوتر ده من خلال اي بيهين 10.0.0.1 و15.0.0.1. رغم ان 15 ده انا مش متصل بيه ولا حاجه، ده لوب انترفيس وهمي بس بيخليني على اتصال بالراوتر. بس خلي بالك لو حصل عدم اتصال بالفتحه دي، قطع الكابل او حصل ان اتعمل لها شات داون، انا فقدت برضه الاتصال حتى في 15.0.0.1 اللي هو اللوب انترفيس ده. يبقى شرط ان دي تفضل شغاله. ده بيمكنني من ايه؟ بيمكنني ان افضل على اتصال براوتر مهما اختلفت الايدات. يعني اقدر اتصل بيه من خلال 10.0.0.1، طب حصل ميس كونفجريشن في الايدات او ميس كونفجريشن في الراوتنج، برضه افضل اقدر اتصل بار واحد ده بس من خلال 15.0.0.1. ايه 15.0.0.1 شغال. تمام، يبقى دي فكره اللوب انترفيسز، هي دي ده الغرض منها. عايزين بقى الاول في سؤال في اللوب انترفيسز، او في مشاكل في الصفحه، في مشاكل في الصوت. طيب هنرجع تاني كده، يبقى انا على الراوتر الواحد كريت انترفيس او لوب باك انترفيس زيرو، واقدر اكريت واحد واثنين وثلاثه. ممكن يختلفوا، يعني لو رحنا كده لراوتر 1 ممكن اقول له اكزيت وانترفيس لوب باك واحد اي بي ادرس 15.0.1.1 على 255.255.255.0. تمام، وانترفيس لوب 2 اي بي ادرس 15.0.2.1 على 255.255.255.0. نخرج كده وشو اي بي انترفيس بريف. ايه اللي عندي دلوقتي؟ عندي ثلاثة سبنتس اهو، 0 و1 و2، كل واحدة فيهم على السبنت. طيب علشان افعل او اس بي اف عليهم هم الثلاثة، هدرجهم مثلا كلهم في اريا زيرو. خلاص عايز افعل اريا زيرو على الثلاثة انترفيسز دول. كان المفروض طبعا هكتب راوتر، هنعمل كده config key config key، وهنقول network، احنا ادرجنا 15.0.0.1 بس هندرجه تاني مفيش مشاكل عشان المثال يتطبق، 0.0.1 على الوايلد كارد ده اريا زيرو. خلاص، وهنعمل نفس الامر ده على 15.0.1.0 و15.0.2.0. طبعا هم شكلهم كده متشابهين بس هم في
فعليا كل واحد فيهم سبنت مختلف، منهم كلهم على 24، كلهم على 255 255 255 زيرو، فدول 3 سبنتس مختلفه. طب ينفع ادرجهم كلهم بامر واحد؟ خلي بالك الجزئيه اللي بقولها دي تطبق على الاي اي جي ار بي كمان. ينفع ادرجهم كلهم في الاو اس بي اف بامر واحد؟ اه. بص كده، هو الثوابت في الثلاثه سبنتس دول انهي اوكتت؟ الاوكتت الاول والثاني، لاحظ ان هم كلهم ثابتين، التغييرات بدات من الاوكتت الثالث. يبقى على طول اخلي الماسك بتاعهم، انا مش هعدل ولا حاجه، بس انا هعدل في الاو اس بي اف لكن مش هخش على الفتحات وغير لها اي داتا، لا زي ما هي. بس هخلي الماسك بتاعهم بقى 255 255 00. كده لو انا خليت 15 00 0 كده اهو خلاص، وجيت هنا قلت 00 255 255، انا كده هدرج الثلاثه كلهم مره واحده خلاص. يبقى انا كده ادركت الثلاثه مره واحده. ليه؟ لان وسعت الماسك شويه، خليته مش بس يشمل الاوبتت ده بس، لا يشمل ده كمان. وطبعا لازم يثبت الاوبتت الثاني والاولاني، دول ثابتين معايا، هم فعلا ثابتين في الثلاثه سبنتس، وبالتالي ده معناه انه قدامهم ثابت 255. التغيير بدا من الاوبتت الثالث في الثلاثه سبنتس، وبالتالي الاصفار هتبقى هنا. يعني معنى كده هخلي السبنت بتاع الماسك بتاعهم 15 0 اسف، هخلي الماسك بتاعهم 255 255 00. وطبعا عشان 255 255 00 يتكتب معكوس، هيبقى 00 255 255، واقول له اريا 0. كده انا ادركتهم كلهم نتورك، احنا ما دخلناش جوه الاو اس بي اف، نتورك اسف راوتر او اس بي اف 1 ونتورك 15 000 على 16 بقى المره دي خلاص اريا 0. كده انا ادركتهم كلهم بامر واحد. يبقى عن طريق بس النظر كده انا شايف، وخلي بالك ده مش للوب انترفيسز بس، ده كل الاي بيهات وكل السبنس وكل الفتحات، اقدر بنفس الطريقه لو عايز ادرك فتحات معينه في راوتينج مثلا، راوتينج بروتوكول، ممكن بنفس الطريقه لو فيهم اوكتت ثابته اثبت قدامها 255، حتى لو هي الفتحه فعلا الماسك بتاعها مختلف. يعني الفتحات دي الماسك بتاعها 24، طب انا دلوقتي عملت لهم ماسك على 16، اه مفيش مشاكل ما دام في الراوتنج بس، كمان ما غيرتش في الماسك بتاع الفتحات. الجزئيه دي فاهمينها؟ فاهمين انا قلت ايه او وضحت ايه دلوقتي؟ الناس معايا؟ تمام، نرجع تاني. نتكلم على جزئية تانية بقى اللي هي درس جديد دي اتش سي بي. نبص مع بعض. طبعا كتير مننا عملوا مسائل اي بيهات وطلع له رينج مثلا 5000 جهاز او 5000 اي بي، وطلع له عمل مساله على 2000 جهاز، اللي عمل مساله على 10000 جهاز. انت عمليا طبعا حتى مش هقول لك 10000 ولا 5000، لو 100 جهاز 50 جهاز طبعا مش من المعقول ان انا هعدي على جهاز جهاز وكارت الشبكه، كليك يمين وادور على كارت الشبكه لوكال اريا كونكشن وبروبرتيز واروح للاي بيهات واكتب الاي بي الاولاني، خلصنا من الجهاز ده نروح للي بعده، الاي بي الثاني، الاي بي الثالث. طبعا كلام مش منطقي. وبالتالي بالنسبه للميديم والانتربرايز كومبانيز او الميديم والانتربرايز انفايرمنت لازم افعل الدي اتش سي بي. ايه هو دي اتش سي بي؟ دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول بورت 67. ايه هو ده بقى بالظبط؟ بيوزع اي بيهات بصوره اوتوماتيكيه. وبالتالي فاكرين في المساله بتاعتنا مش كان بيطلع لي هنا كده سبنت وفيرست فاليد اي بي ولاست فاليد اي بي وبرودكاست وبرودكاست اي بي خلاص؟ قلنا الاي بيهات اللي بتتوزع في كروت الشبكه من اول الفيرست لللاست،
ودول طبعا بيستخدموا الاستدلال على حاجه معينه. تمام؟ طيب السبنت بدايه التوزيع طبعا، وكل دول الاربعه دول مبنيين على سبنت ماسك معين او ماسك معين، اكيد في ماسك كلهم متوحدين تحته، هنقول مثلا 255 255 224 جي. تمام؟ جميل جدا. يبقى معنى كده ان انا هوزع في الاجهزه بدايه من 192 168 10، يعني اول اي بي هيبقى 192 168 11 مثلا، هنخلي ده على 255 عشان يبقى اسهل شويه. ولاست اي بي هيبقى 192 168 1254، والبرودكاست طبعا هيبقى 192 168 1255. دي الاي بيات اللي ظهرت لي 254 اي بي. طيب مش هقول هعدي عليهم بقى واحد واحد، لا، كل اللي هعمله في الدي اتش سي بي بعد ما افعله هغذيه بالسبنت والماسك. هو طبعا كده عرف خلاص راسه من رجليه، عرف هيوزع من كام لكام، خلاص عارف ما دام اخد السبنت والماسك هو عارف ان اخره او بدايته من 1.1 ل 1.254، فهيوزع بصوره اوتوماتيكيه بقى لوحده ويضمن لي اول حاجه، ودي اهم حاجه، الادمنستريتيف ايفورتس، المجهود الاداري، مش معقول هعدي على جهاز جهاز فريحني هو كده. الحاجه الثانيه بيضمن ان مفيش اي بي كونفليكت، اي بي كونفليكت، تعارض في الاي بيهات، لان الجهازين لو اي بي واحد اتوزع على جهازين كده هيحصل كونفليكت، تعارض، الجهازين هيقعوا من الشبكه، ودي حاجه خطر جدا، يعني ما ينفعش جهازين يحصلوا على نفس الاي بي ادرس. فبيضمن لي انه الاي بي اللي بيتوزع مش هيتوزع تاني، فدي حاجه مهمه جدا، لان اكيد مع العدد الكبير انا هكتب اي بي مرتين، فده غلط. خلاص؟ دي اساسيات ودي اهم حاجه في الدي اتش سي بي. نشوف بقى ازاي بيتم تفعيله. طبعا هنستخدم فيه باكت تريسر عشان احنا هنا محتاجين اجهزه الكمبيوتر، واجهزه الكمبيوتر هتبقى اسهل في التعامل مع الباكت تريسر. هنضيف راوتر سويتش وجهازين كمبيوتر موصل. والله يا سيسكو لو تهتم شويه بالباكت تريسر ده افضل، يعني اكثر سلاسه واسهل في التعامل مليون مره من جي ان اس 3، بس للاسف يعني الاوامر مش كل الاوامر بتشتغل عليه، لكن التعامل مع الرواتر ومع الاجهزه بي سيز والسويتشات ممتع وسهل جدا، التاني معقد جدا جدا، وللاسف هو راوتنج بس او راوترز بس. هنا هنرجع تاني للباكت تريسر. الاجهزه دي او لو رحنا للجهاز اللي كارت شبكه حقيقي، لو بصينا كده على اللوكال اريا كونكشن هتلاقي عندك الاختيار الديفولت اوبتين اي بي ادرس اوتوماتيكلي، ده دايما بيبقى هو الاختيار الديفولت، دايما لما نروح على جهاز لسه نازل له ويندوز وكارت الشبكه متعرف بيبقى واقف على الاختيار ده. ده معناه احصل على الاي بي بصوره اوتوماتيكيه، اللي هو احصل على اي بي من دي اتش سي بي شغال. خلاص؟ وده من حسن الحظ ان هو ده الاختيار الديفولت، انا عايز ده. ما انا اصل انا لو هعدي على كل جهاز واختار اختيار معين عشان يسحب اي بي من دي اتش سي بي، طب ما انا اللي يخليني اعدي على جهاز وافعل الخاصيه دي، طب ما انا اكتب الاي بي بالمره. فانا مش عايز اعدي على اجهزه، عشان كده باي ديفولت كده كل انظمه التشغيل، مش الويندوز بس، كل انظمه التشغيل كارت الشبكه باي ديفولت مظبوط على اوبتين اوتوماتيكلي او الدي اتش سي بي. يبقى الدي اتش سي بي بوزع بيه الاي بيهات بصوره اوتوماتيك وهو الاختيار الديفولت في كروت الشبكه. وبالتالي هنا كارت الشبكه في جهاز الكمبيوتر هو هنا ستاتيك معكوس، لا انا هخليه دلوقتي دي اتش سي بي وهشوف هيسحب اي بي ولا لا. مختار كده، بص هنا بيعمل ريكويست، يعني بيطلب اي بي، طبعا هيجيب لي فيلد دلوقتي، فشل في الحصول لان احنا لسه ما فعلناش حاجه. اوكي، نفس الكلام، بس هنرجع ده ستاتيك تاني كده، نفس الكلام اكيد بالنسبه للجهاز التاني. يبقى عايزين دلوقتي الاجهزه تسحب اي بيات بصوره اوتوماتيكيه من الراوتر. عمليه الاول الدي اتش سي بي بصوره نظريه كده بتتم على اربع مراحل. لو انا عندي هنا راوتر
وعندي أجهزة كمبيوتر معرفش دي تبقى ايه بصراحة. ده جهاز كمبيوتر وده جهاز كمبيوتر تاني. الأجهزة دي عشان تسحب أي دي من الـ DHCP دي بتمر بأربع مراحل. أول مرحلة جهاز الكمبيوتر أول ما بدوس على زرار الباور بتاعه بيعمل عملية اسمها ديسكفر، يبقى في باكيتس بتخرج من جهاز الكمبيوتر اسمها ديسكفر استكشاف، بيستكشف الشبكة. تمام، بيقول يا جماعة مفيش أي دي اتش سي بي اديني أي بيهات، طبعا لو في بيرد عليه في عملية اسمها ريبلاي، يبقى ده يرد على ده في عملية اسمها ريبلاي. لو فعلا رد عليا دي اتش سي بي ده معناه انه موجود، فبرجع انا اقول له لو سمحت عايز اي بي ادرس، لو سمحت عايز اي بي ادرس في عملية اسمها ريكويست. يبقى في عملية تانية اسمها ريكويست بتخرج من جهاز الكمبيوتر، بيرجع ده في النهاية خالص في عملية اسمها اكنولجمنت، بيقول لي اتفضل ادي الاي بي ادرس اللي انت عايزه. ده جزء نظري للانترفيوهات. خلاص، يبقى عملية رباعية ديسكفر ريبلاي ريكويست اكنولجمنت. طبعا هم مش كلهم بيخرجوا من جهاز واحد، لا، كل في اتنين منهم بيخرجوا من جهاز الكمبيوتر واتنين من الراوتر. يبقى جهاز الكمبيوتر بيستكشف الشبكه، مجرد ما يدوس على زرار الباور بتاع جهاز الكمبيوتر بيبتدي يستكشف الشبكه، بيبعت ديسكفر اي دي اتش بي يا جماعه يوزع لي اي بيهات، بيرد عليه الدي اتش بي يقول له ايوه انا دي اتش بي واي بي كذا، يطلب منه جهاز الكمبيوتر اي بي، يقوم التاني مثبت له الاي بي في كارت الشبكه. دي العمليه بصوره نظريه كده اللي بيقوم بيها بروتوكول الدي اتش بي. طبعا دي بتتعمل في جزء من الثانيه. هنرجع تاني هنا ونبتدي نفعل الاي بيهات بتاعتنا ونفعل الدي اتش سي بي. طبعا انا متصل بانترفيس F00، يبقى هنقول config key interface F00 اي بي ادرس. على حسب بقى الاي بي اللي انت هتكتبه هنا الدي اتش سي بي هيشتغل. ليه؟ لان انا ممكن الراوتر الواحد اكاري فيه اكتر من دي اتش سي بي. اكاري الدي اتش سي بي هيوزع لصب نت 10.0.0.0 على 24. يبقى والله الدي اتش بي قبل ما هيشتغل او قبل ما هيخرج هيدور على الانترفيس اللي هو تابع ليه، لانه مش هيقدر يوزع من كل الانترفيس، هيدور على الانترفيس اللي هو تابع ليه ويخرج من خلاله يوزع ايبات. يبقى هنا لو قلت 10.0.0.1 على 24 ونو شت داون كده الدي اتش سي بي لو هفعله مش هيخرج غير من الفتحه دي. خلاص، لو هفعل دي اتش سي بي مش هيخرج غير من الفتحه دي فقط، حتى لو الفتحه الثانيه اخذت اي بي، لان اكيد الفتحه الثانيه لو هديها اي بي في الراوتر هيبقى سبنت مختلف، وبالتالي الدي اتش بي مش هيوزع غير من السبنت اللي هو تابع ليه. اكريت بقى دي اتش بي هقول اي بي دي اتش سي بي بول، بول يعني رينج او رزمه او بول بركه، يعني مكان بيجمع كذا حاجه مع بعض، ودي له اي اسم احمد مثلا. يبقى انا كده كريت اول حزمه، لان انا ممكن اكريت زي ما قلنا اكتر من بول، اكتر من رزمه ايبات او اكتر من رينج ايبات يتوزع، كذا شبكه كذا سبنت، كل سبنت اسمه ليه اسمه مختلف. خلاص، هقول هنا بقى نتورك 10.0.0.0 على الماسك ده. خلاص كده ابتدى يوزع. تمام، كده ابتدى يوزع. نبص كده، موضوع سهل جدا. لو رحنا للجهاز ده واي بي كونفجريشن واخترنا دي اتش سي بي، بص الايبات، خلاص صوره اوتوماتيكيه بقى يوزع الرينج بتاعك كله. وخلي بالك انا ما اديتوش لا فيرست ولا فاليد ولا برودكاست، انا اديته الاساسيات وهو بيعرف الباقي لوحده طبعا، راوتر. خلاص، نروح للجهاز التاني كده ودي اتش سي بي، بص سحب الاي بي لوحده. طبعا في خانه مهمه جدا، جيت واي الراوتر، ازاي اعرفه الراوتر؟ هنروح للراوتر وعلى نفس البول اللي انا واقف عليها، يعني المفروض ان انا خرجت بره خالص
وافتكرت ده انا نسيت صح اكتب في البول الجيت واي، لازم ادخل جوه نفس البول اللي اسمها احمد. يبقى كونفيج تي اي بي دي اتش سي بي بول احمد، وهقول له هنا بقى ديفولت راوتر 10.0.0.1. ديفولت راوتر زي ديفولت جيت واي كده، يعني اكتب في خانه الجيت واي عند اليوزرز الاي بيهات 10.0.0.1. نروح كده. اللهم فين يا عم، ما كتبش حاجه لسه صفار. لا معلش، لازم الجهاز يا اما يعمل ريستارت يا اما يطفي كارت الشبكه ويشغله تاني. هنعمل كده ونرجع تاني دي اتش سي بي نشوف. تمام كده، اخد اول جيت واي، اول جهاز اخد جيت واي. تاني جهاز نفس الكلام، نطفي هنا ونرجع نشغل تاني، اخد الجيت واي بتاعه. طيب لو عندي دي ان اس، هنتكلم النهارده طبعا عن دي ان اس سيرفر. لو عندي فين دي ان اس عايز اوزعه، احنا عندنا هنا في خانه في كارت الشبكه اللي هم الخانتين اللي تحت في الاخر، بلاقي في دي ان اس برايمري وسكندري، عايز املى الخانات دي. اروح للراوتر اقول له دي ان اس داش سيرفر مثلا 4.2.2.2. نبص كده في جهاز الكمبيوتر، نطفي ونشغل تاني، هتلاقيه كده هنا في الدي ان اس 4.2.2.2. خلاص لو عايز اوزع الدي ان اس. تمام. طيب نيجي لجزئيه اخيره في الدي اتش سي بي. قبل ما نخش في الجزئيه دي، هو انا كده خلاص الدي اتش سي بي خلص؟ تقريبا كده خلص. ينفع افعل واحد تاني؟ طبعا. اي بي دي اتش سي بي بول عالي كده، كريت بول تانية برنج تاني، هقول له نتورك 192.168.1.0 على 255.255.0. خلاص، وديفولت راوتر 192.168.1.1. طيب ايش عرفه بقى ان الاي بيهات راوتر، ايش عرفه ان الاي بيهات اللي هتتوزع من الفتحه دي هي 10.0.0.1 او بتاعت البول بول احمد مش البول علي. مش عارفه بقى انهي واحده فيهم اللي هيوزعها. اكيد طبعا هيبص على الانترفيس، هيلاقي هيشوف الاي دي بتاعه كام ووقف انهي سبنت، فهيختار البول اللي تبع للسبنت. تمام، عشان احنا هنفعل الجزئيه دي ان شاء الله لما ندرس سويتشنج وندرس في لانز فيرتشوال لانز. يبقى عندي راوتر بيوزع كذا سبنت، وعن طريق الفي لانز بقى كل الاجهزه تبقى متصلة بسويتش واحد، بس مجموعة منهم تاخد البول الأولانية ومجموعة منهم تاخد البول التانية. ده بندرس الـ VLAN Trunking Protocol. تمام؟ كده إحنا فعلنا الـ DHCP. فاضل حاجة أخيرة، لو عندي سيرفر في الشبكة. إيه سيرفر يعني؟ السيرفر ده جهاز كمبيوتر عادي وكارت شبكة عادي جدا، بس بيقدم خدمة معينة أو بيخدم على أجهزة الشبكة. والسيرفر ده واخد أي بي، وشرط أساسي الأي بيهات السيرفرات إنها تبقى ستاتيك، لازم تبقى مكتوبه بالايد مش دايناميك، ما بيسحبش اي بي من دي اتش سي بي. خلاص. طيب لما انا اروح دلوقتي للسيرفر كمثال، هنا هنضيف سيرفر دلوقتي كده، اهو ده السيرفر هنا في الباكت تريسر، نيجي هنا نوصله عادي بالشبكه بتاعتنا. طبعا السيرفر ده هيسحب اي بيات عادي جدا من الدي اتش سي بي. بص كده، لو اخترت دي اتش سي بي هيسحب اي بي عادي جدا من ضمن البول بتاعتنا. هنا فيلد في حاجه بقى كده غلط. لسه اللمبه ما نورتش اخضر، استعجلني. استنى بقى لما تنور اخضر كده نرجع ستاتيك تاني، ونستنى لما تنور اخضر ونرجع نقول دي اتش سي بي. تمام،